كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. ناس كتيرة بتبقى قاعدة على الفيسبوك، بتبقى قاعدة على التكست أو على التويتر أو في أي مكان في السوشيال ميديا، وبيبقوا قاعدين وفجأة يلاقي سؤال: هو المسيح هو الله؟ هل أنتوا بتعبدوا ثلاث آلهة؟ هل المسيح وهو على الصليب ومات ناسوته لم يفارق لاخوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، حصل ولا ما حصلش؟ وتلاقي ناس من الديانات الأخرى عمالة تكتب لك، سواء كان ملحد أو إن كان من الديانة الإسلامية، بيحاول يكتب لك وانت عايز تجاوب وتعرف بعض الآيات، بس ما تعرفش المنظومة التعليمية في الحتة دي إزاي، أو أنا أقدر أعمل إيه عشان أرد على الناس دي بطريقة كويسة وبطريقة كمان مقنعة. يعني ممكن انت ترد تقول له اه مش عارف إيه، يعني بتبقى في طرق رد مش طرق منظمة أو ممنهجة عشان تعرف ترد رد مقنع، فهو يقتنع ويحس إنه الكلام ده كلام حقيقي وكلام هو مقتنع به. فعندنا دلوقتي طبعا ناس فكرت إنها تعمل الأمور دي بطرق دراسية، ودرستها وعملتها في برامج تلفزيونية كتيرة. طبعا ناس كتيرة من اللي ربنا استخدمهم، سواء كانوا من الخلفية المسلمة وجيل المسيح وعمل كده، أو من الناس اللي اتولدوا مسيحيين وتربوا في الكنيسة وعرفوا إزاي يردوا على حد مثلا زي ديدات، الشيخ ديدات لما طلع وعمل مناظرة مع الرائع القس أنيس شرش، وكانت مناظرة جميلة جدا وواضح فيها جدا الردود بتاعت القسيس أنيس شرش، وكانت مناظرة قوية وعملت ضجة كبيرة جدا جدا، سواء كان في جنوب أفريقيا أو في لندن. البلدين دول بالذات كانوا من أوائل الناس اللي اتكلمت على مناظرات ما بين حد مسيحي وحد مسلم في اللاهوت أو في الفلسفة اللاهوت. النهاردة معايا ضيفي، ويمكن مش هنطول عليكم كتير، لكن معايا ضيفي الناشر بتاع المنهج الجديد للرد على هذه الأمور، وهو يعني عنده رؤية معينة، وحابب ان انا ارحب بيه معانا، المهندس زهني حنا. اهلا بيك. اهلا بيك يا اخي جوزيف. ازيك يا دكتور؟ هو بكل بساطة في العلم الموجود دلوقتي في اللاهوت اسمه علم أبولوجيتكس، علم الدفاعيات عن الإيمان. هذا علم كيف يكون عندنا يقين، إيمان مظبوط، فهم لإيماننا، وإزاي نقدر نواجه الكلام الآخر اللي يهد إيماننا فندافع عن هذا الإيمان. ممكن دفاع ضد اليهود في انهم بينقضوا ايماننا المسيحي. يعني اليهود اكيد رافضين ان المسيح هو الله، او هو مش هو ده المسيح. المسيح دي احنا لسه مستنيين، فده مختلف، فاحنا بناكد لهم حسب النبوات وحسب يعني ده طريق. هجوم من الاخوه المسلمين يقول لك لا لم يصلب، وان ما ينفعش يكون الله وتولد، ازاي الله يجي يتولد؟ كل الامور ديت، وانا كراجل مؤمن بإيماني من ناحية المسيح، أنا مؤمن إن المسيح جاء ليخلصنا واتصلب وكل الكلام ده، لكن لازم يكون في منهاج، علم دفاعيات، منهاج وفهم. الحقيقة لما كنت في مؤتمر مع الأخ وحيد، والأخ وحيد له باع طويل وبرامج كثيرة في هذا الموضوع، وخاض بحور في هذا حوارات كثيرة، حوارات كثيرة، بدءا من البلتوك انتقالا للقناة الفضائية، للقناة الفضائية وفي قنوات مختلفة وفي خدمات مختلفة ومؤتمرات كتير، وراجل دارس وقرأ كتير في هذا الموضوع، فابتدى يكتب في نقطتين. طبعا هو الخلاف في الإيمان على خمس حاجات: الصليب واللاهوت
ولاهوت المسيح و يعني هو في هو ركزنا اكتر على لاهوت المسيح ولهيته وعلى الصلب، هل هو الصلب فعلا وفكره الصلب والفداء نفسه. وطبعا في حاجه تانية صحه الكتاب المقدس، في امور تانية واخد بالك، لكن احنا مركزين على النقطتين دول، دول اكتر نقطتين الهجوم فيهم جامد، ولازم يكون عندنا فهم جدي وفهم واضح للكلام ده. فابتدى يستشف من هجوم احمد ديدات، احمد ديدات شيخ مسلم موجود في جنوب افريقيا من اصول هنديه، وهاجم الكتاب المقدس وكتب كتب عن مساله صلب المسيح يتشكك فيها وعن لاهوت المسيح. ده غير المناظرات، هو كتب كتب غير المناظرات، كتب 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 ديت انتشرت وكانت مترجمه ومنشوره بتصريح من الازهر وحافظينها الشيوخ، عشان اول ما يشوف واحد مسيحي يروح ايه؟ يروح رصصها على طول، حاطط الكتاب دوت وتم نشره عن طريق مسار بتصريح من الازهر في مصر. الحقيقه حصل نقاش كيف نكتبه، مشيت مشوار يمكن سنه مع انا كناشر بتجهز بيكتب الكلام بيصلحه لا يعني الرؤيه نفسها، رؤيه انه يحصل منهج دفاعي جوه كتاب، جوه كتاب مطبوع، بحيث انا عندي دوكيومنت دراسي، انا اقرا الكتاب دوت اعرف الباب الثاني مثلا هو بيتكلم يعني عن اللغز عقل الله الناطق مثلا، بالظبط ممنهج يعني قصه ممنهجه، والخلاص وملك صادق، كل الامور ديت مهم جدا لازم نفهمها. يعني ازاي اللاهوت لم يفارق ناسوته، وازاي ان المسيح اله بالذات في اقامه الاموات العازر واعطاء الحياه والتفل على التراب ويعمل العينين. يعني سنه رايحين جايين بنكتب ونعدل ونصحح وناخد وندي ومراجعات عشان يطلع الكتاب بهذا الشكل في لاهوت المسيح وكتاب عن الصلب، شهود الصليب. شهود الصليب من ضمن ليه سميناه شهود الصليب؟ يعني عشان هو عشان في ناس شافت، ففي شهود كتبوا وكتبوا في الكلام ده، واخد بالك، وفي نبوه عن الصلب، في نبوات في التوراه، وفي امور كثيره، وفي وضروره الصلب وضروره يعني الفداء. شهود الصليب ردا على كتاب احمد ديدات مساله صلب، لان هو كتب كتاب كتاب ان المسيح لم يصلب، مسألة صلب المسيح وقال انه بالزبط. لم يصلب، فاحنا بندافع عن صلب المسيح، المسيح فعلا حقيقة تاريخية، حقيقة جغرافية، حقيقة إلهية، حقيقة فدا، هذه حقائق ما نقدرش نهرب منها. مع ان ابجديات الكتابة ان يثبت الكاتب رأيه بالبراهين والادلة الصادقة وليس العبث بوضع خرافات ليس فيها غير الاساءة والاستهزاء. يعني كان الكتاب برضو فيه نوع من الاستهزاء طبعا بتاع ديدات فلما كتب كتاب يرد بطريقة منطقية وما فيهاش استهزاء، علم الدفاعيات زي ما حضرتك بتقول. الكتاب الحقيقة معمول بطريقة كمان شيك جدا جدا. احنا النهاردة يمكن هدف الجلسة ديت ان انت حضرتك توصل للكتاب دوت او الكتابين دول مع بعضيهم اعتقد، والناشر معانا اللي هو المهندس زهني حنا موجود معانا، ويمكن التليفونات اللي موجودة على الشاشة دلوقتي لو انت حابب تقتني الكتابين دول مع بعض او كتاب منهم، تبدأ بكتاب مثلا المسيح اللغز كلمة الله، او تاخد الكتاب التاني معاه شهود الصليب في باكج على بعضين مع بعضه في الاعلان اللي هيجي بعد كده، في الاعلان موجود. وكمان احنا بنقول انه الكتاب ده تقدر توصل له في اي حته في العالم. يعني احنا انا اقول لك على خبر حلو، يعني احنا قعدنا 2015 نحضر، احنا نزلناه في معرض القاهره الدولي في القاهره في 2016، وموجود في مكتبات، مكتبة الاسقفية موجود فيها في شبرا، موجود في دار الثقافة، موجود في كذا مكان. يعني ممكن الناس تنقل دار الثقافة كده يقول الكتاب الكتابين الجداد بتوع الاخ رمزي. وحيد يمكن الاخ وحيد ما كتبش كتب قبل كده، ولا هم دول الكتابين الوحيدين اول كتابين اول كتابين ان شاء الله يمتعنا يكمل المسيرة. وان شاء الله احنا طبعا بنرحب جدا بالاخ وحيد وبنقول له يعني احنا بنعتز جدا بخدمتك وبنحب خدمتك، وللامام يا بطل في جيش المسيح، ويكون ردودك مليانه نعمه. والفكر بتاع الاخ وحيد طبعا جابه من الكتاب المقدس ردا على ديدات وعلى مساله صلب المسيح. هنشوف مع بعض الاعلان، هو مدته يمكن دقيقتين، هنشوف مع بعض الاعلان وبعض كلمات الاخ وحيد، بعض كلمات من جوه الكتاب نشوف مع بعض الاعلان، وارجع لكم مره ثانيه عشان نعرف ازاي نقتني الكتابين دول، ونسهل عليكم ازاي توصل للكتابين دول
وطبعا رد الفعل بتاعك انك انت تاخد الكتب دي مش عشان اي حاجه، مش عشان ليهم مثلا سعر معين او عشان اي حاجه، غير انه هم حاطين يا دوب تكلفه الطباعه يمكن بس عشان تبقى في حاجه اسمها منهج دفاعيات، وتبقى قادر تجاوب من يسالك عن سبب الرجاء اللي عندنا. اتفضلوا الاعلان. صدر حديثا للأخ وحيد كتابان في الدفاع عن الإيمان المسيحي. طبعا في خط، ثلاث خطوط لازم نبقى ماشيين فيها. خط كرازي ان هو انا بقول المسيح عندي ايه، وهو المسيح في الكتاب المقدس ايه. وخط تاني، خط انه انت برضو بتقدر تقارن مقارنه اديان، خط مقارنه الاديان، مقارنه المسيحيه بالاديان اللي موجوده وازاي انها حاجه ساميه جدا وحاجه رائعه. وخط ثالث اللي هو خط الدفاعيات، وده لا يقل اهميه عن الخطين الاولانيين. فاحنا بنتكلم النهارده عن كتابين موجودين في ايدينا، لو حد في الفيسبوك او لو حد بيتسال اي سؤال، لو هو عمل كده بس في الفهرس وعرف انه مثلا الشخص المسلم بيساله عن حاجه محدده، فمن خلال الفهرس بتاع الكتاب بيقدر يعرف انا اقدر ارد من انهي حته. يعني مثلا التنكر بين التحريف والتناقض والتخبط، عدم امان الديدات في التنقل. لما نشوف مع بعض، لما ديدات عايز، يعني لو انت عايز ترد على ديدات، وبالتالي انت بترد كمان على كل واحد على الفيسبوك او على الانترنت او في شغلك او في شغلك او في الشارع او بتتكلم او في اي حديث، انت بتقدر ترد على هذه الردود بشكل رائع جدا ومنظم وسهل قوي قوي. يعني ممكن تكتبه في قصقصة ورقة صغيرة، او وانت بتقرأ الكتاب تروح انت حاطط الرد على الشخص، ان كنت بتعمل شات معاه او ان كنت بتراسله على الايميل. وممكن تكون برضو شخص انت تقوم بالقصة ديت، انك تاخد اجزاء معينة وتحطها وترد بيها. فانت انا شايف انه في احتياج كبير لانه الناس تبتدي تاخد منهج للدفاعيات، منهج صح. نشكر ربنا من اجل خدمة الاخ وحيد، من اجل خدمة المهندس زهني، ان هم حطوا حاجة ممنهجة وحاجة موجودة في اطار جميل في شكل حلو
ده الكتابين دول. انا الارقام طبعا على الشاشه، الاسعار برضو موجوده قدام حضراتكم. ولو حضرتك اتكلمت، لو انت مثلا من مصر او من فرنسا او من ايطاليا او من اي حته وحابب الكتب دي توصلك لغايه عندك، في طريقه بنقدر نوصل لك الكتب دي. انا عارف ان اهميه الكتابين دول، عشان كده طلعنا بنفسنا نقول لك، مش مجرد اعلان حطيناه على القناه، لكن بنقول لك انت محتاج تقرا الكتب دي، ومحتاج انها هتبقى موجوده جوه مكتبتك تسحبها في اي وقت انت محتاج ترد فيه على اي شخص يعني محتاج ان هو يتجاوب عليه، والدفاعيات عن شخص المسيح وعن ايماننا المسيح. مهندس زهني، كلمتين اخيره. كلمتين اخيره اقدر اقول، كل واحد عنده ايمان مسيحي محتاج ان يقرا هذه الكتب ليقوي ايمانه المسيحي ويقينه على أسس علمية وعلى أسس لاهوتية سليمة وعلى أسس كتابية سليمة، لأن عشان تقدر تدي الناس لازم يكون أنت مليان. عشان تقدر تواجه الآخر لازم يكون عندك أنت علم وفكر. فثقف نفسك، وكتابين صغيرين يخلصوا ممكن في شهر تقراهم، وتعلم علامات معينة تبقى أنت ترجع لها، عندك يقينك، أنت بتقوي إيمانك، بتدي غيرك، بتقدم بشارة بإيمانك، بتقدر تدافع عن هذا الإيمان أمام المهاجمين وأمام المشككين، لأن ممكن مشكك يدوس على واحد تاني مش فاهم. ممكن أكتر، وأنصحك عزيزي الأخ أو عزيزي المشاهد، لو أنت عندك قدرة مالية خد 3-4 ادي الآخرين، ساعد الآخرين أن يسمعوا، حطهم في مكتبة الكنيسة، حطهم مكتبة الكنيسة، حطهم للاستعارة، خدهم اديهم للآباء الكهنة، خد اديهم للإخوة الخدام، القادة اللي هم لازم يردوا، انشروا هذه الرسالة. احنا طبعنا كمية على قد امكانياتي، وطبعنا وفي في مصر موجود في المكتبات المصرية، في المكتبات المسيحية في كل مصر، في المسيحية في شبرا كلها، في شبرا بس ولا في شبرا؟ اطلبوا اسالونا ونقول لكم روحوا فيه. يعني لو في مصر مثلا، انا في الصعيد او في حته، لو مجرد انه تليفون او على الفايبر حتى رساله، حضرتك كتر خيرك انك بتساهم كقناه انك توصل حاجه لغايه البيوت، نوصلهم لغايه حضرتك. يعني مشكورا كثيرا يا دكتور، انت اقتناعي بالكتب دي انه مهم جدا انك تقتنيها. احنا محتاجين، بنحاول نساعد على قد ما نقدر ان الكتب دي توصلك. مش بنعلن عن اي حاجه ولا عن اي منتج، احنا بنعلن عن حاجة احنا محتاجينها. وانا عايز البنات والولاد والشباب، خصوصا الشباب اللي في المدارس واللي في كليات، لان هم بيواجهوا اكتر ناس بتواجه الحقيقة. صح. احنا يمكن في اشغالنا خلاص، ده عارف انت الاخ المهندس زوني ده شخص مسيحي خلاص، وهو جامد هنبعد عنه. لكن في الكليات دلوقتي عصف الفكري والعصف العقلي، زمان انا وانا في الكليه تواجهت مواجهات جامده. فانا وبشجع الشباب، يلا الناس اللي هم الشباب اللي في الثانوي والجامعه وما بعد الجامعه، الكتب دي مهمه جدا، اقرا عشان تردوا بهدوء بفكر، بالفكر بالعلم، باللاهوت، نقطة بالايمان، نقطة. بهدوء، واحد اتنين تلاتة، بهدوء اعصاب. لكن انت لما بتكونش عارف بتبقى عصبي وهايج في الرد، ولا يؤدي الى شيء بالظبط. فانصحك انك تتعلم عشان تعرف ترد. فانا محتاج، انت محتاج، كلنا محتاجين ان نفهم الاسلوب الصحيح للدفاع عن ايماننا. يعني مره تاني بنشكر الاخ وحيد انه يعني ربنا استخدمه يطلع الكتابين دول، او يحط فكر الكتاب المقدس في الدفاع عن العقيدة وعن يعني الحياة المسيحية. وأيضا بشكر مهندس زهني حنا، ونشكر حضرتك كمان يا دكتور زيف ان انت بتتعب نفسك انك تقدم هالكلام ده. شكرا، كتر خيرك. شكرا لك يا باشمهندس، وربنا يبارككم. يلا ارفع سماعة التليفون او اكتب رسالة لو عايز الكتب ديت. وانا بقول لك، لو في حد في الصعيد او في اي مكان عايز الكتابين ومعهوش غير مثلا مبلغ معين مش قادر يدفع الباقي، احنا برضو هنحاول على قد ما نقدر نوصل لك الكتب دي. اتفضل اتصل بالقناة، ربنا يبارككم، اشوفكم في كتب اخرى ومناهج اخرى تدافع عن ديننا وعن حياتنا المسيحية، وايضا كمان تقوي حياتنا الروحية. ربنا يبارككم، الى اللقاء. صدر حديثا للأخ وحيد كتابان في الدفاع عن الإيمان المسيحي. الكتاب الأول، شهود الصليب. الصليب ليس مجرد كلمة ينطقها المسيح، إنما هي عقيدة أساسية، ليس فقط للمسيحية، وإنما لطبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالله.
فكل المحبة الإلهية للإنسان تجلت على الصليب. صلب المسيح لم ينتهي بموته، وإلا فلا قيمة للصليب، وإنما قوة الصليب انتهت بموت الموت، حيث كسر المسيح سلطان الموت فقام من بعد الموت. هذه هي كلمات الأخ وحيد كتبها في كتابه شهود الصليب، رداً على كتاب أحمد ديدات مسألة صلب المسيح. الكتاب الثاني، المسيح اللوغوس، كلمة الله. كلمة الإنسان زمنية، وكانت وقتما كان هذا الإنسان، فهي كائنة بكينونته. كلمة الإنسان تمثل حضوره وتعبر عن ذاته، عن شخصه وعن أفكاره. وكلمة الإنسان ليس مجرد الكلمة الملفوظة، وإنما صوت عقله. كلمة الإنسان هي عقله المسموع، إنها عقله المتكلم. هذه أيضا كلمات الأخ وحيد في كتابه المسيح اللوغوس، كلمة الله، ردا على كتاب ديدات ألوهية السيد المسيح. عزيزي المشاهد، اتصل الآن فأنت في حاجة للدفاع عن إيمانك المسيحي. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.